ودك. يقول إيه إيه يقول يا ربيب الحسن راعي الحالة النفسية الله لا توريني جفاك وتقطع مرسولك في سماك من الحزن لا حلت الوسمية أطلب الله ينهي طولك ووقع سيولك غلطتي لا جاتك في إطار حسن النية تحكمك بأنك تحاسبني بحسب وصولك وغلطتك لا جاتني بردودك السطحية ما تعكس ميولك وتأتي بعكس ميولك تختلف الآراء دام المسألة شخصية وتتفق في حضرتك وبطلتك وبزولك وشاعرك مشاعرك عندها لها وضعية يرتجي لحظة غروبك لأجل وقت حلولك وكل حاجة فيك يوم أقول لك معنية تبتدي من جيدك الناهي إلى مجدولك يا مهيئ واقعي بأحلامه الوردية من بداية قولك المسهب إلى آخر قولك يا ربيب الحسن عطني من لدنك شوية أنت يبدو لي بأنك شيء ما يبدو لك لك مع ذات الحسن علاقة عكسية حسنك الزايد يقل الحسن منهم حولك سلامك الله حسنك الزايد يقل الحسن منهم حولك صح الله لسانك يا حبيبي الله يصحب دنك مصيبة مصيبة والله.